خلصت الحفلة ولسه هدول الاثنين ما طلعوا من مطبخنا. صار لك ساعة على الشباك، شو عم بتساوي؟ ولا شي، عم بتفرج لعند بشير. ليش طلع من الحمام؟ ايه من زمان. مين؟ أنا. ارتحت شوي يا ابني. احكي لي شو صار. أنا بعتذر كثير عمو سليمان، بس مو بإيدي. لما شفت هداك الكلب عم يضايق لي نهال، ما تحملت حالي. ولا تنسى المشروب له تأثير كمان، كان فيك توقفه عند حده طبعا، بدون هالضرب وبدون هالمشاكل. انت مثل ابني، احكي لي لشوف اللي شو مشكلتك. ما في شي. يلا احكي لي لشوف، انا مثل ابوك، احكي بلكي بلاقي لك دواء. انت عشقان ما؟ ومين؟ اكيد بنت الملك، مو هيك؟ هي فوق كتير، كل ما برفع راسي عم شوف صورتها بالسما، واذا بمد ايدي ما بمسكها لانها بعيدة، والشمس عم تحرق لي عيوني، ما بقدر اطلع فيها. طبعا أنا بعرف إنه هالشي مستحيل، بعرف ما رح تكون لإلي. انت اكيد ولد ذكي كتير، فكر بعقلك وما رح تندم بنوب. معقول تصير هيك حادثة اليوم ما اعرف فيها؟ برأيك هالشي بضحي؟ لا طبعا لا، بس انتي لازم تفتخري بهالشي. انا خجلت، ما افتخرت فيروز خانم. اذا كان في شابين عم يتخانقوا مشانك لازم تفتخري، هاي شغلة حلوة كتير، فكري منيح بالموضوع. بعدين زيد ولد حلو، انا حبيته. كلياتن قليلين الادب. بس انا مستغربة من بشير، معقول كان بيحبك؟ لا بيحبني ولا شي، على اساس كان عم يدافع عني. هذا رأيك انتي، صدقيني ما حدا بيتصرف بهالطريقة إلا إذا كان عشقان. بشير يفكر هيك؟ معقول؟ وليش مو معقول؟ بترجاكي بكفي، هي تاني مرة بتساويها معي، خلينا نسكر عن موضوع بيكون أحسن.
أنا بعتذر حبيبتي، ما كان قصدي. رح أتركك ترتاحي، تصبحي على خير. وأنت من أهله. خاطري. مع السلامة. صباح الخير بشير. صباح النور. صباح الخير. مراد لقدام، أنا بدي أطلع ورا. ماشي. وبالرجعة بدي أقعد قدام. طمن، على طول قدام. مثل ما بتحبي نهال خانو. هالشي أكيد. شو صار لكم؟ ما في شي. موسيقى